طيب في الجزء الثاني من المحاضرة بدنا ندرس شو يعني جلوس. جلوس من ناحية أونتولوجي إنجينيرينج مش من أي ناحية أخرى. وحنأخذه يعني حندرس الجلوس بشكل عام شو مفاهيم شو معنات الجلوس، بس حندرسه كأنه هو داخل عرب الأونتولوجي، بس هو ممكن استعماله هذا. زي ما جبنا من الرسم الماضي، الجلوس هو عبارة عن ديسكريبشن للمفهوم الكونسيبت، هو عبارة عن سطر سطرين أو اللي هو تكست نوصف فيه المفهوم. ديروا بالكم الكونسيبت غير عن الجلوس. الكونسيبت مش جلوس، الجلوس مش كونسيبت. الجلوس هو ديسكريبشن للكونسيبت، يعني المفهوم وين موجود؟ في دماغنا. والجلوس احنا نعبر عنه، قد يكون تعبيرنا مش صحيح. وبالتالي بالتالي في قواعد معينه بدنا نتعلمها اليوم عشان نقدر نعبر عن اللي في راسنا باكثر دقه ممكن. لاحظين؟ طيب شو هو الجلوس؟ التعريف العلمي تبعه is an auxiliary، يعني شيء مساعد. لأن الأنطولوجي ليش شيء مساعد؟ لأن الأنطولوجي مكتوبة بلغة المنطق. مظبوط إمام؟ الأنطولوجي مكتوبة، هاي العلاقات صح مرسومة رسم، بس هاي العلاقات هاي بالآخر لما نأخذ في اللوجيك هاي مكتوبة بلغة المنطق. بالمنطق اللي منكم بيعرف قوي او بيعرف ديسكريبشن لوجيك مكتوب في ديسكريبشن لوجيك. هلا فهو من هون اجى ان اكزيليري، هو مساعد. هلا المعنى الحقيقي البريسايز لازم ناخذه من التعريف المنطقي، بس كمان يعني از ان اكسترا كواليتي كنترول بنستعمل الجلوس. فايتس ان اكزيليري انفورمال. انفورمال يعني مش مكتوب بالمنطق. الجلوس ما بنكتبه بلغه المنطق هو نفسه. بات كنترول، لانه في له هلا اسلوب نتعلم شو يعني معنات كنترول، يعني انه في له طريقه معينه ومحدده لكتابته. اكاونت اند اوكسيليري انفورمال بات كنترول اكاونت، اكاونت يعني وصف، فهي وصف انفورمال مساعد او وصف لايش؟ of the intended meaning of a linguistic term. intended meaning يعني المفهوم اللي في راسنا. هلا كل الناس بيفكروا انه الجلوس عباره عن documentation. الجلوس مش documentation، صح؟ فالجلوس is supposed to render factual knowledge. لازم يكون يعني هو بيعطينا معرفة معينة، وهي المعرفة جوهرية حتى نقدر نفهم الكونسبت. هلا في أشياء في المنطق ما بنقدرش نكتبها في لغة المنطق، يعني أو مش ما بنقدرش نكتبها لأنه بدناش نكتبها، بنقدرش نكتبها لأنه it's too much لو ما نكتبها، فمش مشكلة بنكتبها بالجلوس. الجلوس مش تو كاتالوج جنرال انفورميشن او تو بوت كومنتس اباوت ذا جلوس اباوت ذا كونسبت. الجلوس مش هون بكتب اللي بدي اياه، يعني ما بحط فيه معلومات زي ما بنكتب في الويكيبيديا او زي ما بنكتب في مكان في كومنتس. هلا بنشوف. طيب هو ايش؟ في ست قواعد نتعلمها هلا عشان نوجد نكتب شو كيف نكتب الجلوس. بدي اقول لكم اياها. هاي تعريف اللي بعد هاي، بعد ما نخلص هذول التو سلايدز وناخذ هذول، بدي اياكم لما احد بيسالك شو تعريف كذا تفكر
بهاي الطريقة تعبر عن تعريفك. طيب شو ندرس؟ شو كيف نعرف؟ أول شيء بيبدأ التعريف في إيش؟ في الجنس الأعلى للمفهوم المراد تعريفه. يعني we start with the principle أو super type of the concept being defined. يعني هاي هو شو تعريف جدول مصفوف. لما بدي أبلش أكتب شو طلعوا هاي؟ شو أول كلمة هون؟ مصفوف. يعني السوبر تايب تبعها مصفوف. شو أول كلمة هون؟ ترتيب. شو أول كلمة هون؟ يعني وكأنه لو في كمان بعدها كان بصير تنظيم. طيب فهي مثلا مثال آخر. سيرش انجن بنقول a computer program that invoice. شو تعريف invoice؟ a business document that. شو تعريف university؟ an institution of. لاحظ كيف تبلش؟ تذكر لو انا سألتك هلا احط لكم مثال شو تعريف المقلوبة؟ هي طبخة. 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 طعام. إذا لما واحد بيسألك شو تعريف كذا لازم تفكر بدقة شو عن جد الدايركت سوبر تايب تبعها؟ شو الجنس الأعلى تبعها؟ عش دائما قبل دائما هاي لازم تبلش أول كلمة. طيب بلشنا أول كلمة بعدين شو بقول؟ بحط يعني الصفات تليها الصفات الجوهرية المميزة أو الصفات المميزة مش شرط الجوهرية المميزة للمفهوم المراد تعريفه. يعني لما أنا قلت شو تعريف مقلوبة؟ ممكن واحد قال لي هو أكلة فلسطينية. طيب انتبه حط أكلة فلسطينية بعدين تحط مكوناتها ولا إيش تحط بالضبط؟ ولا تقول لونها كذا وطريقة صنعها كذا ولا إيش بالضبط؟ تعرف شو بالضبط لازم تساوي؟ لازم تذكر صفات بتميزها عن اي اكل فلسطيني مش الاكلات الثانيه اي اكل فلسطينيه لانك تشوف هي اكل فلسطينيه. طيب فبدك تحط الصفات الجوهريه او الصفات المميزه اللي بتميزها عن اكلات فلسطينيه ثانيه. يعني هذا الرقم اكثر من فممكن شو تعريف او قارنوا لي بين هذول التعريفين. في انا تعريف بيكون بدنا نعرف اللابتوب كمبيوتر. اسمعوا هذا التعريف الاول وهذا التعريف الثاني. شو تعريف لابتوب كمبيوتر؟ بنقول a computer that is designed to do pretty much anything a desktop computer can do. It runs for a short time, usually 2 to 5 hours on batteries. هذا تعريف لابتوب. يعني طبعا نسوي من اول كلمه هلا انا حكيناها بس هل الصفات ذات شو الصفات المميزه معناته صارت؟ اول شيء انه ديزاين تو دو بريتي ماتش اني ثينك ذا توب كمبيوتر كان دو يعني بيعمل زي الكمبيوتر. الصفه الثانيه تبعته انه بيشتغل على بطاريات من بطاريته من ساعتين لخمسة. هاي تعريف. تعريف الثاني شو هو؟ أبورتابل كمبيوتر. وين؟ هون أبورتابل صفر. Small enough to use in your lab. إنك تحطه تحت أباطك يعني. أنو أحسن؟ توقع الثاني. الأول ولا الثاني؟ طلع الأول.
طلع عليها. عشان تعرف اسال حالك سؤال الثاني شو مميز اسال حالك سؤال شو مميز بقول لك اول شيء الكمبيوتر ما to do design to do pretty much anything a desktop computer can do يعني يعني اذا بدك اقول لكم كيمو هاي كلمه الكمبيوتر يعني بقول في شيء بيعمل يعني اداؤه زي الكمبيوتر العادي ما بتستنى الترانز اون شورت تايم طب بلكي السيرفر حطيت له بطاريات بتحكي له في سيرفر مو زي السيرفر يعني من غير ايش بتقول هذا التعريف الصفات المميزه اللي استعملت هون مش مميزه لانها السيرفر تنطبع عليه خاصه اول جمله لو حطينا بطاريات السيرفر بصير كون بصير تعريف اللابتوب صح؟ فالتعريف الثاني بزبطش في سيرفر او بزبطش في الا عن جد الا هاي الشغله اللي احنا بنوصفها فلما اجي اعرف شو المكلوبه برضه نفس الشيء كل اكله بدها تستني وبعدين بدك تحط صفات لهي الاكله ما قل من الصفات اقل عدد من الصفات بس اللي تميزها وذلك ما قل بدل اقل عدد من الصفات يعني نحط فيها فلاور زهره جوهريه فيها نعم طب باذنجان زهره طيب يعني هلا انت طلع شو الاكلات القريبه عليها وبدي اميز اهم شيء تحط الصفات وتسال حالك هل هاي الصفات بتنطبق على اي شيء اخر غير المكلوب إذا معناته صفاتك مش مميزة. شوفوا نرجع أنا مثال تبعنا. لما بقول أنا مصفوفي بيانات معناته أول شيء نتكلمها بيانات يعني تقدر تعطيني مصفوفي أي مصفوفي بالدنيا تعرف شو يعني مصفوفي مصفوفة أضواء مصفوفة كراسي مصفوفة ناس مصفوفة أنا كل كليت مصفوفي فيه بكلمة إيش؟ وهي البيانات على كيف مكونة؟ أشكل صفوف وأعمال. ف يعني خبي أول إشي قلت في إشي هو مصفوفة بيانات مكون من صفوف وأعمال. بزبط إشي غير الجدول؟ إذا بزبط معناته هاي الصفات تبعتي غلط مش مميزة. إذا بزبط إيش؟ بكون عن جد ما قل ودل خلص بكفي. شفتوا هاي الصفة الثانية؟ طيب الشرط الثالث انك تكتب التعريف على شكل بنسميها قضايا مش على شكل سوري على شكل قضايا مش على شكل قصه هاي القضايا بتقود القارئ لاستنباط المعنى عشان اوضح لكم اياها يعني لو نقراها بالانجليزي احسن حتى written in a form of propositions قضايا propositions طب شو proposition offering the reader inferential knowledge that help him to construct the image of the concept قارنوا بين هلا التعريفين هاي شو تعريف search engine a computer program for searching هذا أول تعريف for searching the internet It can be defined as one of the most useful aspects of the World Wide Web. Some of the major ones are Google, Yahoo, Mail, Bing, إلى آخره. التعريف الثاني: a computer program that enables user to search and retrieve documents or data from a database or from a computer network. أنو أحسن؟ هو الأحسن. حسب ال احنا بنركز هون تركز على صفات الجوال هذا بقول لك سيرش انجن يستعمل للبحث في الانترنت هو من افضل الاشياء اللي موجوده على الورلد وايد ويب من السيرش انجن المشهورات جوجل سيارتي غلط والله تقول لي اتس يوزفول
one of the interesting things is blah blah blah. هذا مش بروبل هذا مش بروبوزيشن. بدك تعطيني كل الصفة تكتبش إنشاء. لازم تبسط للشغلات الأساسية يعني. No, أهم شيء ما تكتب إنشاء. يعني مثلاً جوجل مش شغلة أساسية. جوجل أول شيء جوجل مش شغلة أساسية. بعدين one of the most useful aspects is كذا. تكتبش إنشاء. أنا بس بدي صفات جوهرية تك تك يعني تحط أول شيء الجنس الأعلى بعدين صفة صفة تكتبها. مش إنشاء. اختصر الكلام على الآخر وانفرد as in terms of propositions. الثاني أعطاني إياه صفة صفة. لاحظ هذول أهم ثلاث شروط لازم أو قواعد أنت لازم تستعملها لما تعرف الجلوس. هلا قديش طول الجلوس؟ في شيء يعني ملوش طول الجلوس بس تك تماما اذا زاد عن جمله ممكن تكون طويله لمده سطرين مثلا ثلاث اقصى حد اما اكثر من هيك لازم تكون ما قل ودل. زدش تحطش صفه مش مميزه. لاحظوا احنا قاعدين نتعلم تعريف كيف تنكتب التعريفات العلميه. هلا اوكي هل بقدر استعمل امثله في داخل الجلوس؟ يفضل لا طبعا اذا كانت ضروريه والضروريه دائما ما نكون ضروريه شغلتين. يا في عندنا شيء نون كومون يعني الناس كومونلي نون تو بي فولس بس ات از ترو او شيء نون تو بي true but it is false. يعني شو تعني الكتاب؟ قلت من هو معرفي مكتوبي بكذا في بكلبه معرف يعني شيء مكتوب نص يؤدي الى معرفة معينة محطوط على شكل بين دفتين وممكن تقول الاي بوك از اوك. ليه؟ لانه الناس بتخش على بالها انه الاي بوك از اوك. عشان توضح لهم يعني هاي حالي مع الشائع انها مش صح ولكن هي صح فممكن تحط such as e-book. في مرات عشان يعني توضح في صفة جوهرية معينة يعني عند بتحفظ شديد يفضل لا بس بتحفظ شديد. طيب هلا آخر شغلتين هذول عامة. تخيل إنه أنت هم be consistent with the formal definition or axiom. تخيل إنه أنت وأنت تعرف كتبت إشي هون بتناقض مع الصفات هاي. فهمتوا علي؟ انه بتناقض مع الصفات هاي. سعيد يعني بدك انت غلط يعني لازم تكون كونسيستنت، لازم تكون توافق مع نفسك يعني. وانت بتعرف التعريف اللي بنقراه هون لازم يكون متوافق مع كل شيء حواليها. وزي ما قلت لكم بي سفيشنت يعني ما قل ودل لازم تكون واضح تستعمل كلماتك تستعمل كلمات مش شاذة أو غير مستعملة أو حاول تكون تستعمل طبعا كلماتك أبسط ما يمكن. هل الورد ميت استعمل كان very strict؟ أخذنا في المحاضرة الماضية عن الورد ميت. هل الورد ميت كان strict في تعريفاته أو استعمل جلوس يعني رو جايد لاين زي هيك لكتابة الجلوس تبعه؟ لا مستخدم ولا شيء. انكتبت الجلوسيسي شو رايي؟ انكتبت الجلوسيسي الأربي كونتولوجي تتبع هاي الشروط في التعريف منيح؟ بدنا اورجيكم من هلا اشي ثاني للجلوس اشي عشان وانت تكتب تعمل فاليديشن لنفسك.
طبعا. وهي من الفوائد الكبيرة اللي للوصفة أعطينا إياها. هلا أنا شو كنت شو دعني جدول هون؟ مصفوفة بيانات مكونة من صفوف أعمدة. كيف كلمة مصفوفة؟ هاي جدول مصفوفة كنا الجنس الأعلى صح؟ بيانات مكونة صفوف أعمدة. بقدر أنا أكيم مصفوفة وأحط تعريف مصفوفة مطرحة بدل الكلمة، يعني بقدر أمحى هاي وأخذ هذا التعريف أحطه هون صح؟ وأضيف هذول الصفات الزيادة على هذا التعريف صح؟ صح؟ شو سويت أنا؟ صارت ترتيب بيانات جنبا إلى جنب على شكل صفوف واحدة صح؟ شو تعريف جدول؟ ترتيب بيانات جنبا إلى جنب على شكل صفوف واحدة. يعني هو عمليا أنا هذول أخذتهم وحطيت مطرحين كلمة مصفوف. يعني بعد نفرطها بزيادة، نفرط ترتيب ونحط تعريف ترتيب مطرح هاي الكلمة. تخيل شو بصير تعريف جدول؟ تنظيم بيانات بصورة منهجية جنبا إلى جنب. طلب تنظيم بيانات بصورة منهجية شو؟ والهاي المنهجية شو كانت؟ جنبا إلى جنب وعلى شكل صفوف أعمدة. هيك برضو تعريف جدول. طبعا أنا مش بدي إياك طبعا تروح تعرف بهذه الطريقة، بس بدي أورجيك شو معنى إنك تحط الكلمة الأولى وين هون؟ لأنك أنت اختصرت كثير. اختزلت هون لما استعملت كلمة مصفوفة اختزلت كل الصفات الموجودة في المصفوفة. صح ولا لا؟ واضح عليكم؟ هلا لما اعطيكم تعرفوا معاني بهاي الشروط بهاي القواعد فيك تجرب، يعني هاي اللي صار عشان كلها، وانت تطلع عليهم فيك تجرب تعمل ريبليسمنت بهاي الطريقه بس يعني براسك، يعني عشان تتاكد انه طلع التعريف تبعك صحيح متوافق. طيب بالضبط هو بالضبط ايش اللي بصير؟ مش احنا بنصنف صح؟ عند كل ما نوصل لوحدة لنقط في الشجرة بدنا نيجي نفرقها ونحط تعريف لابنها، ولابنها الأول وابنها الثاني وابنها الثالث، نفترض انه اللي تحتها ثلاث. فأنت بتاخذ صفات الأب وبتخصص بشو تعريف الإنسان. الإنسان فوق لما نقول حيوان كائن، بس انو نوع من الكائنات الحية؟ يعقل وين؟ شو تعريف أنثى؟ إنسان قادر على الولادة أو قادر على الإنجاب صح؟ إذا قلت إنسان قادر على الإنجاب، طب شو تعريف إنسان؟ كائن حي. طيب شو تعريف أنثى؟ كائن حي يعقل وينطق وقادر على الولادة صح؟ فانت بتصير هون وكانك انت بتزيد وكانك انت بتصنف بتزيد صفه 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 على يعني بتاخذ صفات الابو وبس بتخصص يعني لما اقول لكم شو تعريف مقلوبه؟ وكانه كنت اكله فلسطينيه، وكانه تحت اكله فلسطينيه بيجي مثلا 50 ولا 100 ولا كذا اكل صح؟ فانت حطيت اكل فلسطيني اختزلت فيها تعريف شو يعني اكل وشو يعني فلسطيني، فانت لخصت وبعدين حطيت الصفات المميزه. الصفات المميزه على ايه؟ على ايش؟ على اخوتها بس مش لسيدها واولادها. لاحظين؟
بس لمين؟ لاخوتها اللي على نفس الليفل. وضحت ولا بدها توضيح اكثر؟ 100%. ها؟ واضح 100%؟ في حد عنده اي سؤال؟ يعطيكم العافيه.